الرأي العام لم يسمى هذه مدينة عفرين من جيش الاحتلال التركي بعد تهجيرهم من مدينتهم منذ أكثر من عام ونصف. فبالرغم من أن المدينة في رفحت مكتظة بالمهجري عفرين وتقيم فيها حاليا أكثر من 15,000 شخصا، إلا أن الاحتلال التركي يقصف بشكل عشوائي متواصل هذه المدينة دون أي ضمير أو وجدان، حيث قام ظهر أمس دولة الاحتلال التركي باستهداف أهلنا الآمنون النازحون من عفرين، وارتكبت مجزرة جديدة مروعة بحق المهجرين من مناطق عفرين إلى منطقة الرفعة.